السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. صبري بروفيت باش يعمل لكم دي فيديو. بروفيت من كل شوية كل شوية. عارفين عارفين الحكاية الكل. يا سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام مساك. كان فما مشكلة نتاع صوت ما تقولوناش. ما تقولوناش بابينا تقولونا خاطر تفرجوا فينا بعد في اليوتيوب احنا هذايا عاملينه. هذا عاملينه باش نحطوا العباد دون لي كونديسيون دو ديريكت كان فما اسئله كان فما اون انتيراكسيون ونجموا نجاوبوا عليها امورنا واضحه من بعد في اليوتيوب في اقل عقلكم تنجموا تسمعوا اون بلوس لا فيديو مونتي في يوتيوب فيها تلقاو لي فيديو تلقاو زيد دونك توا تنجموا تسالوا سؤالاتكم وتركوا اموركم والدنيا الكل في اللايف سورتو اخواتنا الجزيريه ديما يستناو فينا باش نحكيو لهم شويه حكايات وجو ان شاء الله عاد يسمعوا فينا ثم بداوا يتفرجوا فينا عباد ولا هاي فما زوز ديجا زوز يتفرجوا بارتاجيو اللايف بارتاجيو اللايف فوالا تعلمت اللونجاج نتاع قديم هذا نتاع بارتاجيو اللايف قديم هذا هاي شنو عندنا سيدي اليوم كالعادة اكتواليتي اوتوموبيل بطبيعة كالعادة دونك روبريك روبريك نتاع فما جديد وكل هاي لي زيفينمون اللي حضرنا فيهم اون طونك اكتو اوتو اللي صاروا في البريود بدات الحركه بدات الحركه في تونس بدات تحسوا مارس افريل ساسخا معناتها وانت ماشي مارس افريل وانت ماشي روبريك غودير وروبريك بعد باش نستدعاو صديقنا حبيب اوسيانا اي فوالا دونك باش يحكي لنا على فازا ونشوفوا شنو جديد جديد مرحبا يا احمد زاك شنو لاباس في ايوه انت اليوم باش تجي تحكي لنا على حكايه مش نورمال يقول نحكي شويه تعديو نخرج شويه من الكرام نشوفوا الجو اخر خاطر ما يفوتك زاك اللي بودير عنده قام كبيره نتاع لي بنو بولور في مار بودير اون ا اون لارج قام دو برودوي دونك اون بروفيت باش نحكي شويه على البولور خاطر حضرت ريت اللي انت حضرت في ايفينمون على البولور اي دونك في البوالور الجام فيها ديفيرونت ابليكاسيون كيقولوا ديفيرونت ابليكاسيون معناتها نحكيو على ترونسبور مارشانديز ترونسبور فواياجور وكونستركسيون ولهنا زاد تدخل فيها تيب دو روت دونك في تيب دو روت ترونسبور دو مارشانديز غودير ا ديفلوبي لا جام كاماكس فوالا دونك انت تو باش تحكي لنا على الكمين تراكتور روتي تراكتور روتي يعني طول فوالا. سمي Voilà, tracteur voilà. routier, voilà, transport de marchandises. Voilà. Le transport de marchandises, je vais parler précisément à la gamme Kamax. Voilà. Kamax, Khatr Le Goudier, elle a développé la gamme Kamax, la génération 2. Kamax Gen 2. Sûrement, elle a créé la première montre. J'ai eu le SW, quand tu as amené l'événement Evico, مشيت انت معنا في Evico. بالطبيعة مشيت. فوالا. قلت لانسيو كي بدلوا الاسامي نتاع التراكر وكل. اي لانسيو لاكام وقتها الاس واي والتي واي دونك البروميير مونت نتاعهم كانت غودير. وجينيراسيون جديدة نتاع الكاماكس اللي هو بور لو روتي معناتها ترونسبور روتي. ترونسبور روتي ريجيونال وانتر ريجيونال بيان سور افيك لا بارتي اوتوروت. Donc, principalement, ce qui a été développé, ils ont gardé les mêmes performances en Kamax. C'est-à-dire, la génération Alimbar, elle est plus développée en termes de traction, précision de conduite, de direction. Il y a le Kamax S ou le Kamax D. Kamax S, c'est l'essieu directeur. L'intérêt, la direction. Voilà, la manœuvrabilité, voilà, avec la direction ou l'arrière, il fait en. اللي نحكيو على التراكسيون نحكيو وقتها على فيها تدخل حتى الشارج صحيح فوالا فوالا ثم خاطر الحكايه هذيك واللي هو كي باتيني كي يخرج فوالا التراكسيون يدخل بلايص اللي هما فوالا فما شتاء وفما روت ريجيونال وفما انتر ريجيونال دونك لو كاماكس هو توا لو بلوز ادابتي للمارشي معناتها تو سكي ترونسبور روتي نحكيو ريجيونال بيان سور معناتها فما لو توروت زاد مي برانسيبالمون سي معناتها سور رود ريجيونال وانتر ريجيونال. ايه واحنا توا وفي في الشوانت شنو جاو في الشوانت؟ في الشوانت لي شونتي. فوالا في الشونتي خاطر الشوانت. احنا بلاد شونتي عندنا ميكس شونتي. رجعنا شونتي. ميكس شونتي عندنا اون اوتر جام هذيك نحكيو على اومني تراك اس اومني تراك دي وفي الميكس شونتي في الكونستركسيون نقولوا نحن ابليكاسيون كونستركسيون نوليو نحكيو ميكس شونتي. عندنا هنا لا جام اومني تراك اس معناتها اومني تراك اس اومني تراك اس سي بور ديريكسيون
و اومني تراك دي سي تراكسيون دي سي درايف و اس سي ستير معناتها دي اس يو ديريكتور و اس يو موتور و عن دونك هنا انت تحكي الاس والدي اللي هما في الويت كات لهنا انا نحكي كات 2 ويت كات فهمت سا ديبون انت وال والكاميون والابليكاسيون معناتها الابليكاسيون تاع الكاميون وليتيليزاسيون فهمت دونك لهنا في لي بنو سا ديفير من الابليكاسيون كل جام شنيا معناتها فما جام لي معناتها سبيسيالمون كونسو بور لو ترانسبور دو مارشانديز نولي ونحكيو لهنا على الكاماكس اس اللي قبيله جبدنا عليه بعد اذا باش تعديو الكونستركسيون نولي ونحكيو على في الكونستركسيون زاد عندك ميكس شانتي وعندك اوف ذا روت كاريريت واحد نولي ونيوتر جام اللي هي او ار دي ام تاع غوتير و فما ترانسبور دو فواياجور كو سوا بور لي فيل يعني نحكيو على كيران فوالا تو سكي لي بوس دو ترانسبور اللي ترقى تاع ريجيونال تاع اللي هو فيل و انتر ريجيونال فهمت دوري لارجيل سي كو ميم معناتها لوتي ولا لو مويان لو بلوس امبورطون سي لو بروميير بروفيس تاع القاعه اولا سورتو بور لي بروفيسيونيل بيان سي تو لي اكسيدون تراي نحكيو على تحكي على غي على البروجي كله يطيح حينج كوز دي بنو انت باش تحسبها معناتها اون تيرم دو كو ايماجين انت كاميون طايح با شوف لو مانك غاني اون تيرم دو تان و لي مويان كي فون تيتر موبيليزي باش يديباني صحيح السلعه باش تبعثو معناتها كاميون واحد اخر باش تفرغ وتعاود صحيح عندك المشكل هذاك خاصه كي خاطرك يبدا معبي صباحني يعني يبدا معبي انت كيف باش تهزو باش تبدل العزيزي نوتر مويان باش تعمل ديشارجمون شارجمون وتعاود من بعد ساعات لي مويان ما عندكش ساعات تبدا لي مويان غالي ساعات تبدا ما عندكش انت دونك انت باش تعمل له حد باش يفرغ له السلعه هذيك شاريو اليفاتور يمشي 30 في الساعه دونك لازمك بورتشار يزمي يهزو وانتخوت زاك انت توك فكرتني في حاجه غوديرا ديفلوبي زاد تي بي ام اس تي بي ام اس هو سي ان فيت سي معناتها ديتكتور يتحط في الجونت ويعطيك لي بروتور اللي هو في وسطه فما سيستم جي بي اس يعطيك اتون ريل معناتها ليتا دي بنو اللي مركبين في الكاميون هذا نهار اخر تو هذا نتاع اليوزور معناتها هذا هي شنو هي الحاجات اللي يعس عليهم زاده خاطر انت تو جينيرالمون هو تو احنا نقولوا جي بي اس اما هو ان فيت سي لو مويان دو ترانسفير دو لانفورماسيون سي هذاك تلقى في وسط الروتور فوالا باش يعطيك الفيزيبيليتي اما هما تو خاطر في الجيستيون تاع لي فلوت عندهم اون انترفاس فوالا دونك ثم عبد ديدي في لوجيستيك اللي هو اللي يعمل السويفي يتبع في الكمين وينهم وفي نفس الوقت باش يعملوا الانترفونسيون اللي حكينا عليها لا قدر الله تصير اي مشكله دونك يمشي يعمل موبيليزاسيون ايميديات باش ما يضيعوش الوقت يعس فيه على الكاربيرون يعس فيه وين مشى بور اوبتيميزي زاد لي تراجيكتوار اللي يخدم الكاميون باش يمشي في اقل ثنايا اللي هما اقرب بطبيعه بو كونسومي اقل وحاجة أخرى زدناها هنا توا جو تي بي ام اس صحيح دونك يولي زاد حتى سي تان سيرفيس سوليسيون سوليسيون هي سوليسيون على خاطر انت ما فوتك زاك انت تعرف اللي أكثر حاجة معناتها يتكلفوا في المصروف هو ليسونس ولا المازوت ولا واللي بنو معناتها هذاك سي سكي في لي ديبونس الكبار في الكمين صحيح عند لي فلوت دونك بالتي بي ام اس شنو هما دي كابتور يبداو انستالي في الجونت يعطيك اتون ريال شنو هو ليتا نتاع لي بنو معناتها في البريسيون في كاين فما يزور ايريغولير سا نيسيسيت اون انترفونسيون قبل ما تصير معناتها سيرشوف فوالا سيرشوف يعطيك الصحه دونك تجي نوتيفيكاسيون كو سوا على الابليكاسيون ويب ولا على التليفون ولا بار ميل تجي معناتها للريسبونسابل ولا الشوفور ديجا تخرج له معناتها على ليكرون بور انترفونير اتون باش ما تكبرش ما توليش من بعد مشكله وتبدي هو نوع نتاع اونتيسيباسيون من ديفونتويل بروبليم ولا انسيدون ان بروبليم اي سوليسيون فوالا سي سي اون سوليسيون ان فيت صحيح خاطر انت توا تنجم تقول انت مثلا هذا يوصل اللي هو ما نجمش يعمل 500 كيلومتر تولي تقول له الكاميون هذاك ما يخرجش خليه ساعه يمشي هكذا ومش خارج الاخر باش ما تعداوش المراحل اللي هما ابروكسيماتيف معناها نوعا ما تاع جيستيون اي ولا تنجم انت معناتها تكون المشكله كلها ناقص هواء وتعرف مع مع الشارج تولي مشكله Voilà, donc toute une gamme. Tout
توت اون جام هذيا سيت اون سوليسيون نحكيو نحنا كنا نحكيو على لي بنو هذيك سيت اون سوليسيون كو غودير معناتها فورني افيك لي بنو بور معناتها اي خاطر ما نخرجوش لي مارك الكل عندهم اي فما شكون بروفيسيونيل فما شكون اللي سبيسياليزي في غون توريزم ولا في اي في تحكي على ثم شكون اللي يعمل كان الفي بي اي هو توا دايوغ احنا في غوتيير ولا العكس ولا العكس اي صحيت ولا كيما ثم ماركت سبيسياليزي في الاوفرود معناها عن سبيسياليتي هنا انا اللي لاحظته توا في غوتيير في السنين الاخرانيين انه برشا ولاو ساعه يعتمدوها اون بروميير مونت سي فري نمبر واحد اللي وحاجه اخرى لاحظناها وقتها في اللانتريك وفي لا فيرسيون 4 4 فيها مونت بنوماتيك ديدي 4 فوا 4 اللي هي الرانجلر لاغام لاغام ولاغام ادفنتشر زاده هذوما الكلهم دي بروفيل امريكان في بعضهم عند هذوما اي دوره امريكان تو في بعضهم سي لاغام 4 4 معناتها اتي ولا ميم سي انا اللي حط في حكايه العجالي بالذات ما فماش فافوريتيزم فما فماش كلي نعاون البلاد اللي لاندستري نتاع بلادي لاحظت اللي يحط لو ميور رابور كاليتي بري نزيدهم كريتير نتاع ديسپونيبيليتي صحيت ساعات بدا حاجه مع الادابتاسيون اي مع الادابتاسيون بي زاد نوعا ما خاطر توا احنا مال اخرى حكينا على حكايه بنو ديفيرت بنو ديتي انه مثلا هما في برشا بلدان كيبدا باش يحط مثلا اون بروميير مونت يشوف البلاد هذيك شنو اللي يتماشى معاها سبيسيفيسيتي الكليما نتاعها لي روت كل بنو اللي ديستيني لمارشي معين مش للنور افريك ماهوش هو بيدو نتاع المارشي مثلا موين اوريون احنا تو في تونس ديما نجيبو سي دي بنو ايتي بنو ايتي فوالا ما عندناش دي تمبيراتور اي انا ديما دي تي فوالا براتيكمون ما باش تحكي على قد بلي على شهرين معناتها وبربي باش نسال سؤال لا 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 سبيسيفيسيتي نتاع البنو ايتي حتى كي تطيح التمبيراتور كما نقولوا احنا نجيو مثلا في بلايص في تونس مثلا تنجم التمبيراتور توصل مثلا 3 4 5 دوغري قديش عندك من نهار في العام؟ اي ما نحكي لي هو هي سبيسيفيسيتي الروندمون نتاعو معناتها قصدك ما نحكيو على توين معناتها لازم تكون دي بيريود معناتها ديفير فريمون ايامات باردين برشا التمبيراتور اللي ديما تقعد تحت 7 دوغري ما معناش برشا حتى كان شويه صباح من بعد لا ولا طلع التمبيراتور هو بطبيعته البنو ممكن يمشي ما دونك ما اون با فريمون معناتها بزوا ما يسحقوش بنو عكس البلدان الباردين اللي ما ينجموش يحطوا بنو هما ديجا عندهم مرتين في العام معناتها في 6 موا لي بنو ايتي معناتها يستعملوا بنو ايتي وبنو ايتي فما ديجا ريغلومونتاسيون ديما عندهم جو اي فوالا جو ايتي ديما تلقاه في الدار عنده اربع عجالي فوق بعضهم مسكين ما عندوش بلاصه ما عندوش سيلي ما عندوش بلاصه ما عندوش كاش يعمل اي بالحق مشكله كبيره سيت ان انفستيسمون زاد تحكي على عندك دو جو باش يكونوا عندك انفستيسمون وستوكاج لازم ستوكاج كونديسيون دو ستوكاج زاد باش تدخل فيها بي 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 الحمد لله الحمد لله ولا صارك عندنا في السخانة اخو يعني ما ناخذ 100000 بدون خمو زعما نبدلهم طيب ولا في 150 بي هي ما سي نورمال الكونجونكتور نتاع البلاد والبوفوار داشا نتاعو معناها تنساو احنا امبورتاسيون دونك خلصوا عليهم خلصوا برشا تاكس والله شوف تونسي يحبوا السوجي هذايا تاع التدوير هذول تخلي لك راحت سي سور خلصوا تاكس مش بونس با حاجه كبيره حتى نعرفوا الاسواق ما احنا بالورو نتاع البنو نشوفوا في تونس مع سي لا كونفيرسيون بلس تفتوف مش حاجه كبيره حتى كي تدخل كي تدخل سور انترنت وتشوف لا سوا ميل زاك وسوا معناتها ما عند كونفيرسيون اورو ولا دولار بلس شويه تاكس داكور داكور اي معناها سافا معناها لاباس بور اون بور بور اون ماك بريميوم معناتها لو بري كوميم الي الي بلوز او موان ابوردابل الي لوجيك لوجيك اي هو ما يغلى كان وقت اللي بالطبيعه نمشيو في لي مونت بيرفورمانس فوالا تطلع في في ديمونسيون واللي هاي بيرفورمانس كان حبيبي دا تولي بريميير ديما سي ريلاتيف زاد على سوم الكلام اي بون بون اللي يعمل تاعون يعمل دندان ما دون لو سونس هذا سافا دو سوا اي تجي كرب 150 مليون اه لا عجلي برمانيا ولا باش تكون بدينا العجله اي بون هو توا الحاجه الباهيه اللي حاجه اخرى اللي ثم لي مونت من قداش من 15 يقول دير نحن من 14 من 14 بوس حتى معناتها ال 21 22
22 اي سا ديما نمشيو سولون شنو هي موجود في المارشي ديسپونيبيليتي نتاع المارشي ليكيبمون اللي موجود في الكراب اللي هبطوا لتونس داكو وديما نحضروا لو احنا للروشونج كي تهبط بريميرمون غودير اوني انفورمي باش نحضروا لو احنا في الروشونج اون اي لو كاف لي 10 ديفندر في ديفندر في ديفندر زاد ولا بريميرمون خاطر ما تميز هذا هما لا فيرسيون هذيك الرانجلر نتاع غودير عندها مدايد تخدم غودير عندها مدة باهي باهي هاي نمشيو نحكيو على اخبار اخر جديد تونس دونك شنو شفنا الكمين نرجعوا للكمين هاي فوالا ما هو دونك اون فيت كوميت الجمعه اللي فاتت لانسيو لا مارك سينو تروك اللي هي اون فيت نقعدت بيت في الاعداد نتاع الكلاسمون نتاعها في العالم الثانيه في العالم بعد مرسيدس وتجي الثالثه فولفو في العالم راهو نحكي قبل فولفو معناتها اي قبل فولفو معناها راهو انا من الاول قلت ابخي تو ما الا شينوا من بعد قعدنا نسمع قعدت نسمع وكل في الحكايه كي يحكيو شكون هم لي مارشي اللي فيهم لي شونتيي هو الخليج اه سي فري دونك هما في المارشي تاع الخليج وبرشا دي شونتيي ماخذينهم دي شينوا ils sont leaders donc ils jouent matériellement avec maillons ou ils ont mis les chantiers donc avec les chantiers les chantiers les chantiers je ne sais pas tu travailles différents barches qui est à part avec un dom barche en Australie barche en Afrique du Sud barche en Afrique donc un dom carte blanche mais je joue le matériel oui compris le matériel bien sûr maintenant d'accord moi merci voilà ياخذوا المارشي ويجيبوا كل ماتريال ودنيتهم كل ديجا هما عندهم ان بون رابور كاليتي بري دونك بطبيعته معناتها سولي كي اون تران دو فير لو شونتي يساعدوا باش يجيبوا هما خير من اللي ترسلوا هو يلقى سوليسيون بتيتر كي فايتر بلو كوتوز يقول لك خلي يجيبوا هما ويتصرفوا حتى كان يا ان بروبليم تكنيك ولا حاجه مستنسين ماتريالهم سيرمون مش لو سول شونتي اللي قاعدين يخدموا فيه سيرمون مستنسين وتكنيكمون معاهم لي بيس دو روشونج سيبوز كان فما حاجه باش تطول اه بيان سور هما ساعات ربك في خرشان تي شامل ولا يخليهم الكمين خاطر اللي انتجر السوم نتاع الكاميون في وسط المارشي جلوبال دونك شامل من بعد هو يدهكوا عليه يدهكوا عليه من بعد تلقاهم هذايا حتى مره مشينا في سجنان وقت اللي خدموا البراج هاي البراج في سجنان بعد ما وفي البراج قعد واحد كأنك فرعي راهو ماتريال انواع واشكال معناها نحكيو على دي بولدوزير دي كومباكتوز الكمين ما نحكيوش فهمت عندهم حتى الكمين نتاع اليمين سي تسمى اللي عنده بلاصه واحده ما عنده اسم هذاك اللي فيه يبدا هكا مقسوم اللي فيه شوفوا هكا هو اللي يهز بال 80 تورنات او كل يبدا في هكا التعوير يبدا هكا دامبر دامبر اي نحكي عن دامبر صحيت في كابين وتبدا دامبر دونك تقعد انت تقول بعد كي يبدا معناها من بعد تلوج على المعلومه تفهم اللي هما خاطر داخل السوم في السوم في المرش خاطر كان باش يعاود يشارجي على باتو ويهز تكلف له برشا تكلف له برشا سا سي غاديان معناها بالحق باش تهزه خلي كان هكا عليه هو امورتي يولي دونك يقول لك سا سي اي فهمت ميم با حتى يعملوا ابل دوفر يبيعوه معناها خاطر نورمالمون تش نجم تعمل باغ اكزومبل باش يبيعوا في البلاد اللي تبيع صحيت تبيعوا باللي هو ساعات يجيبوا حاجات بون هما يعملوا اونتخي بروفيزوار مش خاصين ديوان ولا شيء اي البلاد اللي يمشيوا لها دونك هذاك علاش يلابوندون هاي يخليه غادي يقول لك تو كان باش يبيعوا لازم يخلص تاكس قبل ما يبيعوا صحيت فهمت ولا يكلم واحد عنده اجريمون هذا كان زيري ما فهموهاش كلمة اجريمون احنا في تونس خاطر كي تبدا انا بريسك سي مو تابو معناتها اجريمون داخل به حاجات ما عندوش اجريمون بروفيسيونيل استنى في الاجريمون هي ما كي تبدا راهو تنجم تجيب في الماتريال اجريكول وكل راهو تنجم كل عام عندك الحق تنجم تجيب تراكتور تجيب كاميون كتاب مواتيان في الخارج معناها وكل كل عام تبدا عندك اون اكتيفيتي تنجم تجيب ماتريال باش تخدم به فهمت انت مثلا نقول احنا انت عايش في فرنسا ريسورتيسون معناها عايش تونسي عايش في فرنسا وعندك شويه فلاحه في تونس
جي انت تقول انا راهو حاجتي باش نجيب تراكتور روحي اما نحبش نستعمل في سيري معناتها صار في سيري بيجيبوا عليه تراكتور معناتها هذاك حاجه تاع كهرباء دونك شاملوا عملوا في تونس اون لوا قانون اللي هي تاخذ ان اغريمون باش تجيب به ماتريال تستعمله للخدمه فهمت انت عنده البريفيليج اي بريفيليج باش تبيع ولا حتى اي معناها من بعد يعملوا لك كيما في السياره الشعبيه يعملوا لك عليها بريفيليج وبعديك بعد مدك بعد 5 سنين تنجم ممنوع للبيع اكزاكتومون باش وبعد كيف معناتها بعد 5 سنين شنو تنجم تبيعوا وتنجم تعاود باش تنجم تعاود تجيب تجيب فهمت تحب تجيب ماهيش محصوره بديلي معناتها تنجم تعاود دونك هذا بالنسبه لسينوتروك سينوتروك دايور فيه ركب هما في جوين فينتشر مع مان دونك الموتورات والبوات مع زيديف الموتور مع عند مان معناها تكنولوجيكمون كل شيء كاليبر معناها فهمت معناها اللي هي ستانجاج نتاع كريديبيليتي اليوم هما كماركه خاطر ابريتو لي شينوا ما يعرفوا حتى حد قبل طند ميم سي هما هما الشين بداوها بالماتيريال نتاعهم اي بيان سور هذاك هما ديجا من وقتها يصنعوا الروح هما في الخمسينات في الخمسينات كي بداوا يعملوا هما في الاجريكول خاطر بداوا بالبارتي اجريكول حتى العام 76 كانت دي معناها يخدموا تراكتورات وكمين تاعهم باش نتاعهم مش اكسبلوتاسيون مش اكسبلوتاسيون كبار اي صحيح فهمت من بعد سورتو بالديفلوبمون تاع الفلاحه نتاعهم وكل طاروا معناها من بعد باهي شكون اخر بعد ايفينمون احنا مشينا لونسمون ريت كات فوكات انا ريتك في حاجه كات فوكات فوالا انا متفكر ريتك في كات فوكات سينا شنو هو كات فوكات اللي عملناه نسيت شنو عملنا احنا لا احنا ما شو الديبار نتاع جيمني جيمني فوالا جيمني اون فيت اللي حضرت له انت ليفينمون كان تحضير لوكون مارس هذاك اللي وقتها احنا مشينا وتنجموا تلقاو الفيديو على يوتيوب وقتها حكينا عليها المره الاولى اللي مشاو سيتي دو زون مي هذيك ما تحسبتش اون طونك اديسيون خاطر مشاو معناتها يجربوا يشوفوا في الاجواء واستدعاو لي بوسيسور مع عباد شراء والجيمني وقتها مازالت الحكايه جديده هي جيمني كلها وقتها عندها عام في تونس هذا اليوم اي صحيح هي هكاك هي هبطت فهمت اي لا هي جات 2018 2019 جات 2018 جات اول ما جات جينا عامك الكوفيد هذاك ما فيش بيوع صحيح اما من بعد توا في العامين الاخرين سورتو لانه السود ولاو فيه بلايص وين تنجم تمشي الصحراء توا ولينا نجم نمشيو برشا بلايص ولاو محلاهم معناها ثم ان ديبيزمون وفيت هو محليهم من قبل ما كنتش عندك فين تبيت بتيت فوالا نحكي على مبيت معناتها مبيت مش نحكيو في ساك دو كوشاجر نحكيو مبيت معناتها تحكي على الكومبون مينيموم دو كونفور فما دي كومبون ولا ولاو برشا ولاو ثم دي كومبون كلهم حسنوا في الكاليتي فهمت وليت نجم مثلا تقعد ثلاث ايام وانت راهو في الصحراء صحراء راهو ما ثماش لا غيزو ولا حتى شيء معناها ديكونيكتي من الدنيا غيزو ولا ماء فهمت صحيت فهمت وانت عندك تلقى فيهم توا كل شيء فهمت احنا وقت مشينا الكوماخس وتتعشى بالكدا زاد اي فهمت وثم الضوء وثم كل شيء معناها كل شيء عادي كوموديتي كاينك كامب معناها تعمل في كومبينغ وانت بماتريال تحفور ولا كانك في اوتيل اما من غير حيوط الاوتيل الاوتيل كله في الخفيف في الخفيف كله افيك دي طونط وكل فهمت خاطر فما كونفور كل بتي ديج فطور عشاء دي زاكتيفيتي سبورتيف كل شيء كل شيء قبل 11 قبل 11 قبل 11 خاطر بعد ما طرت في القضيه السخانه هو بار كونتر توا في البريود هذيا سبع طقس كوميم ماهوش توا اللي داير توا في الليل تبدا 14 15 16 ماهيش بارده في الصباح تبدا اغرياب باهي هذايا بالنسبه ليفينمون تاع سوزوكي اللي هو اللي هما خرجوا من تونس فوالا من سونتر اوربان بالضبط وزيتي 26 كهرباء كمان اول مره يتلموا اوتون الثمار اللي فاتت اللي كانوا فيها اقل من 20 فهمت دونك 26 كهرباء بلوس الكهرباء نتاع ولا زوز كهرباء نتاع سوزوكي سوزوكي بيلا دايور هما يزون بروفيتي زاد باش وراو لا فيرسيون 5 بورت اكزاكتومون دونك هما عصفورين بحجره مشاو عملوا كل لمه هذيك يزون اكسبوزي زوز كهرباء نجموا تشوفهم في الفيديو
تاع كيوتو هيك على الفيسبوك. نعم. إذن إكسبوزي زوز ولا ثلاثة كراهب، سانك بورت. اللي هي ألترناتيف. اللي هي معناتها. ألترناتيف معناها للي كانوا كيمشيوا أربعة الحقيقة البلايص تيلانيين هم مش خايبين. إيه. مش تاع مسافة طويلة. صحيح. ما تنجمش تمشي من تونس للسود بها، فهمت؟ البلايص تيلانيين صغيرين معناها تاع ولاد صغار. دونك توا بالفيرسيون 4 بورت. فيرسيون 4 بورت لومباتمون طويل شوية وسيرتو سيرتو سيلاكسي اللي هو كان لازمك تطبس. معناتها دخول والخروج فهمت هذيك صعيب تو وليت عندك بابك تخرج وتدخل من غير ما تقلق حتى حد خاطر كراب هذوك راهو فينالمون سي دي فواتور اللي ايفازيون لوازير افونتور وكل تقبل تهبط وتطلع برشا مرات فهمت خاطر تو في دي بوز تهبط تعمل تصاور تاع جو تهبط باش تتنفس باش تاكل فهمت دونك فينالمون كي تبدا هي 3 بورت سي ان بو بيناليزون تولي تاع زوز تاع زوز فهمتش تاع اكثر ميم سي هي راهو في السيبل نتاعها راهو سي اون فاتور دو كوبل راهو ماهيش كهرباء نتاعها هي دون لابسوليو ماهيش كهرباء نتاعها باش تطلع سيرتو على خاطر هي اون فيت كات كات بالحق معناها هي فيها لو بلوكاج ديفيرونسييل كات بالحق اما بونري ني با موتوريزي موتور كبير ولا قوي ولا كوبل امبرسيونون معناتها هي معموله دو فاسون تنجم تستعملها في وسط البلاد تمشي تخدم بها ماهيش باش تاكل لك 15 لتر 100 فهمت تقاريها فاسيلمون ناقصة عرض وماهيش طويلة أو ميم طون نهار تحك راسك تقول باش نمشي توا ولا هكا شوية صحرا وكل يا مش صحرا باش نمشي باش نعمل دو تو تيغان خاطر احنا عندنا صحرا بلدان أخرين ما عندهمش عندهم ثلج بتاع نهار تقول حب جو شونج دو كادر باش نمشي نعمل تو تيغان تقول لك أنا زاد راني معناتها فالابل مانيش مانيش كهرباء صغيرة ما تحقرنيش كوا فهمت دونك اللمة هذيا صارت وسط الجمعة وجاو برشا معناتها كسوسوا لي ميديا ولا اي جاو برشا قعدوا يحضروا في الكراب سوغ بلاس هذيك سيتي سمباتيك تلموا سيتي بيان اورغانيزي الحق معناتها لصقوا لهم وقتها لل اي عملوا لك النوامر نتاعهم اللي في جنب في البيبان اي عملوا لهم نوامر وسبونسور وكل شيء معناها عملوا لابياج تاع الكهرباء سوغ بلاس فهمت اللي عملوا لهم لابياج والدنيا كل حضروهم سيتي بيان اورغانيزي العباد زيتي بونكتويل جاو في الوقت فهمت وعملوا لهم بتي ديج دو كوتي باش كي يمشيو يمشيو مش يعملوا بلان تاع كهرباء هما جعانين فهمت بتي ديج عملوا لهم ان بو على معناتها الستيل نتاع السود تونيزيان معناتها جونغ قرص وبس السود حطوهم في الكادر معناتها اي بدا الجو اي الجو بدا وقتها فهمت عملوا مش حاجه سوري فهمت ومن بعد صارت كونفيرونس دو بريس عملوا بريزونتاسيون نتاع البروغرام فين ماشيين فين مش يقفوا les normes de sécurité, ce qu'il faut respecter, c'est très important. Quand on a dit les mihtarims, le groupe, disons l'éthique نتاع العمليه معناها احترام مع بعضهم كيفاش يعيشوا مع بعضهم معناها كي يمشيوا في ثنيه مع بعضهم ما ثمش واحد يسبق برشا دوبل على الاخر فهمت معناها خاطر هو جو معناها مش دونك باش يخفوا في 12 ومن بعد من 12 باش يمشيوا للكومارس اللي هو فين في اللي هو شو اسمه هي تنبين بقعة اي نسيت اسمها دونك البقعة هذه معناتها خلي وقفار سي أربعة خمسة سوايع على دوز باش تفهم معناتها معناتها أنت أون فيت باش تعمل ما بين أربعة وخمسة سوايع في الرمل خرجت من كياس ودخلت في الرمل سواء دون ولا أخف مي رمل ما عادش فما معناتها تصور انت ما عادش فما لا بني لا سكان لا شيء ديريت ديريت كيما كيكا صحيت في الديريكسيون هذيك دونك بعد لا مازال بعد من كوماخس خاطر المره الاولى ليديسيون الاولى روحوا المره هذه باش يمشيوا لبقعه ما اصعب باش يمشيوا يعملوا الفرود بالحق يمشيوا حويضات و شو اسمه يقصر غيلان باش يمشيوا فما بلايص صعاب شويه اللي يحب يمشي يمشي واللي يحب يروح من كوما كل واحد كيفاش فهمت ما هما ليديال سي دو الناس كل تشارك اي هكا حتى كان يبداو يكسروا بشويه بشويه فك الخوف نتاعهم خاطر كي تمشي مارلوني وتشوف عباد طلعوا كل شيء تقول بعد كده والله حقني عملتها فهمت معناها سا موتيف ساعات تمشي البلايص تقول انا باش نطلع في هذيا مانيش مستانس كي ترى العباد طلعوا كل شيء بشويه بشويه انت تولي تتقدم صحيح خاطر الحاجه الباهيه اللي هما ils sont en train de démocratiser
الأوفرود، معناتها العبد اللي عمره ما عمل الأوفرود في حياته واللي عمل حاجة خفيفة. جوغ مشي للبحر ولا حاجة هكا، فهمت؟ حاجة خفيفة، فهمت؟ ولا شوية بيست قاعدين يسهلوا فيها الحكاية، ما عادش تولي كل جهمة عليها جهمة، فهمت؟ تخوف خد تسمع صحراء أربع شوية تسوق في الصحراء، معناتها تقول لازم تلميت تغمي سبيسيال. صحيح صحيح، فهمت؟ اللي هو سونيبال كيفاش عاملين، اللي هو سونيبال كا علاش هما يقول لك حتى في البريزونتاسيون كل واحد يمشي بالريتم نتاعو. راهو فما شكون مش عملها في ساعتين، فما شكون مش عملها في سبع سوايع. كل واحد معناتها يا با دو بانيك. ليسونسييل دو فيفر ليكسبيريونس. صحيح، شاكا اسون ريتم. دايوغ فما وحود اول مره باش يعملوها، فما شفت حتى نسى، معناتها فما دو ولا ثلاثه، زوج ولا ثلاثه هما اللي يسوقوا. دونك حاجه باهيه، خاطر مش ديما باش تتفرهد لازمك تسافر وتخرج من البلاد وكل، لازم تتفرهد افيك لي مويان نتاعك. اي اي اي. اون بلوس تونس فيها برشا بلايص حلوين زاد. فيها برشا. اي 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 صحيح صحيح. الصحراء هي وحدة ستاند بيزمون. احنا وقت اللي مشينا. اي. سيتي تخي بيل اكسبيريونس. اه بالحق. باهي سينو باش نحكيو باش نجاوبوا على بعض الاسئله. صديقنا وجدي من دي فوتو. اي نسلموا عليه وجدي. نسلموا عليه وجدي، ديما يسال فينا في السؤالات. محلاه وجدي ديما. سؤالاته يعني صعاب ولا سهلين؟ سؤالاته سهلين سهلين. دونك اولا السؤال الاولاني قال على لا غارونتي، وقت اللي واحد يجي كرهبه من فرنسا ولا من الخليج. اي. ويجيب الكرهبه. اسكو الغارونتي نتاعو تمشي في تونس، يقبلها الكونسيونير في تونس اي ولا لا؟ اي دونك هذا سؤال ديسيرتاسيون معناتها، ما فيش ريبونس اي ولا لا، خاطر لا ساهله برشا. جاتنا المعلومه، جاتنا فويت. اي شنو تتصلح فويت؟ لا لا اون فيت اش يلزم؟ يلزم كي يجي من البلاد اللي هو فيها، من عند اللي شراه، مع الكونسيسيون اللي شراه من عنده في البلاد اللي هو فيها. يقول لهم راني باش نهزها للبلاد، باش نهزها لتونس. دونك يعطيوه اون غارونتي انترناسيونال، معناها اللي هي اللي فاليدي عند الكونسيسيونير في تونس. اي وقتها لازم هو قبل ما يشري ياخذها. بيان سور. باهي هو شرى كهرباء، هو شرى كهرباء. اي ونساها الحكايه هذيا. مش نساها، شرى كهرباء ماهوش في مخه باش يمشي يجي لتونس. فهمت؟ والا شريها دوزيام ما، ما شريهاش جديده. اي. مش يجي مازال فيها، مازال فيها شويه غارونتي. مازال فيها شويه غارونتي. كيفاش يعمل؟ هذاك علاش قلت لك اوكا. السلام عليكم. لا هذاك علاش قلت لك اوكا باغ كا، خاطر فما دي كا. قول انت ماش نقول لك انا. باهي انا مش نقول لك انا. قول لي انت. فما انت تعرف على الحكايه، تمشي تشري كهرباء جديده بور ليكسبور، يسالك لو كوميرسيال وين ماشي؟ يقول لك فين ماشي. فوالا. كان تقول له تونس، اكزومبل تاع تونس، الاكثريه باش يقول لك لا. باهي. كيستيون. De qualité de carburant, moteur, motorisation. Mais adapté le marché. Mais adapté le marché. Bah. Dans le cas, ma chérie, t'es chez un concessionnaire. Je coupe, je colle clé. Hatahat. Il est chez Bihar, le co particulier. Où est-il particulier? Chérie, il a fait 5 ans de garantie ou de 7 ans. Ben, on est chez ta mère, t'es assis. Mais zéro. Je me suis enfermé dans la mine ou dans l'arbre, mais zéro. باش نجي كومام كهرباء ماهيش ادابتي، وباش نعمل لها بلايك نون تي ولا باش نخلص ديوان سا ديبون، وباش نقعد نعيش بها في البلاد هذيك حتى لين تصير المشكل. باهي هو هنا كي تصير المشكل فوالا. هو توا شنو هو اللي يخليك تمنع؟ يخليك تمنع مثلا توا خاطر حكيناها في كان تاع يخرج كي تفوت الغارونتي ساعات وتصير مشكله بعد الغارونتي. كي تبدا انت تعمل في ليزونتروتيان نتاعك منظم في الدار، في الدار في عند الكونسيسيونير، عند الكونسيسيونير في الدار كما نقولوا احنا. باش نقولوا واش دار؟ اي باش نقولوا نكون كراج اغري ماهوش اي حق ما عندهم لي سو كونسيسيون نحكيو، معناها توي في البون سيركوي، عند عبد اغري من عند الدار امورك واضحه. هو تو حتى كي تخرج من غارونتي تو ساعات يمشيوا معاك في انهم يبخين اون بارتي. هذاك سي ريكومبونسي لا فيداليتي دو كليون. صحيت دايور هما خاطر بعديك كي يبعثوا خاطر توا
ريسامون صارت خاطر باش نحكي على موضوع نتاع البيرتيك بعد شوي خاطر سالوني برشا مرات قالوا لي اش فيكم ما حكيتوش على البيرتيك حكينا عليه احنا ما حكيناش على البيرتيك حكينا عليه البيرتيك احنا عنده البيرتيك شو اللي هو يحكي علينا صحيح تقول راهو هما اللي هما يحكيوا عليا هما بدلوا سي ديستريبيسيون واحنا باقي نحكيوا على 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 ديستريبيسيون اللي بلاستيك ليه بالحق معناها تو صارت في حكايه تاع كهرباء فاتت لا غارونتي خاطر قبل سيتروين وبيجو في تونس كانت غارونتي نتاعهم 3 سنين عامين و 3 سنين وكل تو خاطر ولات 5 سنين راه في تونس دونك ال كهرباء بال 1.2 توربو بيورتيك من فضلك ولا تكلف الزيت اما عامله 70000 كيلومتر دونك اش عملوا هما رجعوا الهيستوريك تاع الكهرباء الكهرباء لي زونتروتيان نتاعها الكل في الكونسيسيون دونك اش عملوا هما عملوا اون ليتر بعثوها ميل وتريقلت الحكاية معناها سورتو اذا كان عبد يبدا راهو مثابر على تخبيع صحيح بدا منظم السيركيل منظم صحيح دونك اذا كان انت عندك التراسابيليتي وكل شيء ما نتصورش انه هو يخير انه يخسر كليون اللي هو بتاتر بعد عامين وثلاث سنين باش يبدل في عمليه اللي هي قداش باش تسوى معناها بالحق بالنسبه للعمليه الجلوبال فهمت بالنسبه لواحد قداش من عام يعني صحيح يعني في لي زونتروتيان عنده وكل دونك اوتوماتيكمون حتى كان مش باش يهز مش يهز باش يهز 80% صحيح فهمت يهز معها 80% من العمليه ابخي تو فهمت معناها مهم برشا انه راهو باش ناخذوا لا غارونتي يلزمنا نكونوا زاد في ديل للماركه مواظبين مواظب معناها مواظب انك تصلح مينيموم تاع ديسيبلين باش خاطر هو ما ينجمش يدافع عليك حتى انت تقول بربي اعمل لي شوف لي فازه مثلا وكل ما ينجمش يدافع عليك وهو اشتر الدوسي ماهوش منظم هاي. هو فيزافي دو لا مارك حتى كي تشوف لهم ميل وهما بالنسبه لهم شنو هو شنو هو موتور معناها 3000 فورو تي ريان دي تو معناتها كي فارغه معناها فهمت قدام البوشه وغي نيجاتيف باش تعملوا كان كان سيركيل با بريزون شارج صحيح فهمت دونك شي يقول لك هو يقول لك اذا كان انت منظم مريقل عنا وكرني دوتروتيان تاعك مريقل وكل شيء انا علاش ما ندافعش عليك انا نجم ندافع عليك وابريتو احنا بيناتنا كونسيسيونير باش نبعثوا له ميل ونشوفوا الريبونس نتاعو ساعات ساعات ترسي في بورسونتاج 70 30 50 50 كل 80 20 وكل اي كل مره قلت لك ديجا يهز معاك 80% من العمليه ديجا حاجه باهيه راهو فهمت ثم دي كا اللي يهزوا 100% يهزوا فهمت معناها سوف اكسسوار اللي ماهوش تابع العمليه نتاع اكزاكتومون فهمت مثلا يقول لك ما نعرفش انا يفيق اللي مثلا عندك مشكله في الالترناتور لا حاجه ما عندهاش علاقه بالمشكل الاصلي فهمت خاطر هو مثلا في البورتيك المشكل الكبير موجود في البومب تاع الزيت خاطر لي كريبين يتيحوا من من الكروا دو ديستريبيوسيون اش تعمل تتقشر يهبطوا كل فتفت في وسط الزيت دونك فما مشكل تاع التونشيتي الترومبه اش تعمل تتسد بك لي كريبين هذوك فهمت المشكل شنو هو اللي صار لهم دونك الديزانتيغاسيون تاع هذاك عمل لهم كارثه داير هما من جوان 2023 بدلوا الديستريبيسيون ولا تحديد نحاو الديستريبيسيون البلاستيك وردوها حديد فهمت بون احنا في تونس مازال الموديلات هذوك مازالوا ما جاوناش اللي بالديستريبيسيون حديد فهمت دونك نتصور توا نتصور في السنه باش يبداو يبداو في لي زاريفاج جدد هذوما باش يبداو هما في لا غروند ديستريبيسيون تاع العمليه هذيك الكل فهمت هكا هاو هاي حبوب تجيب حذينا حبيب هاو عنده كيستيون واحده لا لا مزال عنده اون اوتر كيستيون اي جي دونك بدل انت وياه احمد حبوب هاي هذا هاي مرحبا بك هاي دونك تخلي عندك هذايا حطوا في ال حطوا غادي في ال غادي كي يقعد وقف بعدين مرحبا بكم الناس الكل مرحبا زاك سامري مرحبا سامري مرحبا حبيب بخير عايش خويا هاي نكملوا احنا ال ريبونس شنو قال هو قال جيت تور بيسكو وليس يركب في نفس الكهرباء اسكو هي الجيت تور اكس 70 بلس اسكو كي يجيب عبد كهرباء جيت تور بيسكو ما عندهاش ريبريزونتون في تونس باسكو ياخذها اون شارج لا غارونتي ولا لا ما هو ما ينجمش ياخذها خاطر هو اسمه واليس خاطر الكهرباء اسمه واليس اما باركونتر في الاس افي
ينجم يمشي عند وليس بتبيع فهمت ديما الكهرباء عنده اللي بيس دو شون صحيح صحيح ويعرف معناتها فما فورماسيون نتاع ميكانيك والكترونيك يعرفوا كيفاش يتصرفوا معاه صحيح وان بلوس هو تو يركب فيها دونك البيسات الكل يعرفهم وامورهم واضحه معناها يراو في الكهرباء مفركه ويركبوا فيها اكزاكتومون فهمت داير تنجموا تشوفوا لي سي نتاع الوليس وولف عنده تو تقريبا جمعتين ثلاث جمعات مفيد في جانفي عملنا لي سي ديما لي سي الاولاني في كل عام مع وليس على كل عام يقعد يعملنا في كهرباء جديده ها يا حبوب شو بتحكي لنا توا صافا صافا شنو الاخبار غبت علينا خويا موجودين خويا شنو هو لو سيانا بس انا صافا لاباس الحمد لله دونك موجودين لهنا اخر مره بون جينا نتساءل فيما يخص يعني المصدر نتاع الزيوت نتاعنا والا لي تيست ما فهمتش تيست دي فالور دونك شفناه مع الشبكات التواصل الاجتماعي اوكي حابين نزيد نوضحوا اكثر في خصوص يعني جروب جروب نتاع الكيو في 100 سالوك راه وما ادراك شبيك اصحاب الجروب اصحاب الجروب هكا العباد يوسف مرحبا بهم مرحبا بهم وبلوس جروب باهي على خاطر يعمل في بارتاج ديكسبيريونس كبيره برشا يستنفعوا بينات بعضهم حاجه مهمه ولا فورماسيون كي تبدا بين عباد معناها في جروب عندهم نفس الكرهبة الانفورماسيون تاع الدخيل صحيح تمت حاجه باهي برشا احنا شجعنا برشا انه يتعاملوا دي جروب يصيروا فيهم لي بارتاج ديكسبيريونس الكراب برشا عملوا جروبات وكل دونك شنو السؤال كان هما فات سالوا على المصدر نتاع زيتو سيانا ولا شكون يعرف زيتو سيانا ولا كيفاش خاطر فما اكسبيريونس صارت اللي ميكانيسيان عطى نوع نتاع زيت بالنسبه للحريف التونسي اللي هو بيزومو طلع غلط ولا طلع ما تناسبش مع السياره لهنا راه هو الجواب ظاهر هي درجه الزيت اللي ولا نوع الزيت اللي باش يختاروا المشكله كانت في اختيار الزيت في حد ذاته خاطر بس بالزيت اوسيانا كيما الزيوت الاخرين في مثلا ال 35 ال 45 ال 45 دونك كل شيء هذاك نوع اخر دونك لا باش تفسر لها مع ريفيرونس اللي هي يعطيك الصح كيما 15 40 هذا بالنسبه للكمين دونك هذا الشاحنات فما ال 15 40 السيارات الخفيفة كيف كيف دونك هنا التساؤل كان يعني هو على كان المشكل في اختيار الزيت المناسب مش حتى النوع بالنسبة للنوع نعرف الأوسيانا كما حكيت آخر مرة دونك بالنسبة للزيت هو تونسي صنع تونسي خبرات تونسية رانا نجيبه في الماتير بريمير من الخارج هذوما الشركات عطاو فينا الثقة كمنتوج تونسي يضاهي العلامات العالمية يعطيك الصحة وخصوصا لي بتروليي دونك فما ثقة تعطات علاش على خاطر المنتوج نتاعنا فيه جودة راه ما يعطيكش الثقة هكاك نحكي لك يعني على المزودين الخارج العالميين اللي هما دورونومي اللي يزودوا في الملتي ناسيونال رانا احنا كيف كيف يزودوا فينا لهنا خاطر نظرا لجودة المنتوج نتاعنا اللي موجود في السوق لهنا معناها بينتوا اللي انتم تنجموا en termes de chimique ou réactionnel, mais tu as le khalta, نجمو تعملوا حاجه اللي هي بنفس البرفورمانس تكنولوجي كيف كيف لهنا ثقه تعطات من هما لنا احنا في الناحيه هذه اللي خلاتنا نقدموا المنتوج ونكتشفوا وكيفاش يثبتوا عليكم هما تو مثلا هو يحب يتبع مثلا اي يعمل دي فيزيت للمعمل ينجم يعمل دي فيزيت للمعمل نجم ليشانتيوناج كيف كيف عندنا المخبر الخاص بالمصنع نتاعنا المخبر نتاعنا اللي يقوم بالتحاليل اللازمه كيف كيف نجاوب على السؤال هذا يقوم بالتحاليل اللازمه نتاع الزيت ونبعثوا احنا لكذا مثلا في البرودوي هذا 1540 السي 4 هذا عندنا فيه يعني اول برودوي تونسي فيه هومولوغاسيون داكور يعطيك هومولوغاسيون راه عبد مش تفادلك معناتها الهومولوغاسيون الا البرودوي نتاعك يستجيب للمواصفات العالميه والا ستاندار الموجودين اللي معمول بها كيفك كيف الملتي ناسيونال يعني حتى كيفك فرد درجه انت الملتي ناسيونال داكور لهنا راه مش بالسهل كيف كيف يعني هما يخليونا ديما موجودين على باج يبعثونا اي حاجه جديده تصير توسكي تكنولوجي ما نحكيش تكنولوجي مش اوتومات حاجه تكنولوجي في الاضافات لي زاديتيف الحاجات الجدد ماتير جديده جات واحنا نواكبوا حتى عندنا الاطار التقني نتاعنا والاكيب نتاعنا الكلها تمشي تعمل يحضروا دي فورماسيون الى سيمينار غاديك باش يواكبوا اللي هما يحضروا فيهم الاخرين زاده اكزاكتومون اكزاكتومون وكل يجي معناها كيف كيف اي وبالتنسيق مع المخبر اللي عامل هنا يقوم الاسكي اناليز هذه راهي ثقه ماهيش سهله باش تاخذها كيما نرجع نحكي راهي الجوده هي الفاكتور الاولاني اللي خلانا احنا نكونوا في المرتبه هذه لهنا فما ثقه
خذيناها من حرفائنا الموجودين شركات كبار كنقول لك راه موجودين هنا في تونس والا كما حكيت اخر مره الاكسبور سورتو يعني في الافريك موجودين راهم هما اذا احنا وصلنا باش لبينا لهم المتطلبات نتاعهم سي غراس الجوده نتاعنا. تو مشيتوا لافريكا؟ مشينا يا يعني. في الافريك لا 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 احنا الافريك بالنسبه لنا سوب ساريان نحكيو على الكوت ديفوار على السنغال على احنا موجودين سورتو موجودين في السنغال تو موجودين في السنغال موجودين في تشاد موجودين في موريتانيا موجودين في الجزائر موجودين في ليبيا بيان سور. باش نسالك حاجه كي تمشي مثلا للسنغال السنغال كوميم راهي بلاد عندها ما تخوف في روحها فهمت الميكانيك اي وحتى هما معناها انا اكدك البوزوان اللي من السنغال يعني ليكزيجونس اللي من هذاك اش حبيت نقول لك خاطر يفهموا في الميكانيك السنغال يعطيك الصحه احنا بالنسبه لنا احنا هذاك تسمى يعني ما ريفيرونس ريفيرونس دونك هما يعملوا دي تيست على باش تعملوا مولوغاسيون باش تبيع ان برودوي تعملوا مولوغاسيون في البلاد هذيك هما كيفاش تنجم تبيع هو سي اوتوماتيك انا نبعث لهم الاول ليشانتيوناج اي يعملوا التيست وعلى حسابي انا التيست اي زاده يعني مش نوريك على هنا الثقه وين باش توصل فهمت يعني يخلط طيب نبعث لك ليشانتيون من الاول جرب وشوف على روحك عمل لي تيست يظل احسن تيست يقعد لو روتور ديكسبيريونس تاع لي كليون انا شارج اي كي نحكي لك مثلا في السنغال موجودين احنا عندنا قريب 10 سنين تو موجودين في السنغال اي يعني نحكي خاطر لي نور ركول اي نحكي هما بطبيعتهم باش اي برودوي يدخل للبلاد هذيك هما بيدهم عندهم دي نورم نتاعهم كل بلاد عندها النورم نتاعها معناها هذاك باش يزيد ياكد له اللي هو اللي البرودوي نتاعو بالعكس هو تيست اللي هو كاوسيانا معناها في الجروب معناها كي ياخذ سيرتيفيكاسيون من عند السنغال وعند بلاد اللي هي تعمل دي تيست على لي برودوي تاعها. سيتي ريفيرونس. صحيح معناها ديجا انت دبرت مش تدخل سيرتيف معناها خذيت سيرتيفيكاسيون زيد على الدوسي نتاعك معناها فهمت. تقول انت موجود في البلاد هذيك والبلاد هذيك والبلاد هذيك. سيرتو تبدا بلاد صعيبه اكزيجونت معناتها في اكزاكتومون في الكاليتي. معناتها ياثر برشا. سي بيان والله. لان كيف كيف فما حتى بيدجي راهو محطوط في توسكي ريشيرش ديفلوبمون يعني في التطوير وفي توسكي ريشيرش موجود بيدجي حطته الإدارة العامة تحسين معناتها باش تحسنوا في التحسين ديما المواكبة نتاع آخر المستجدات اللي موجودة في توسكي زيوت لوبريفيون وليزاديتيف اتسيتيرا معناها ماشيين في البروجي بالرسمي معناها احنا ماشيين فيه ماشيين فيه أبار هذاك حتى سوغ لو فولي سوغ لو فولي ريبريزونتاسيون ولا بريزونتاسيون ولا بريزونس احنا رانا موجودين في التظاهرات العالمية اللي هما لي سالون لي سالون تاع اوتوميكانيكا موجودين في اسطنبول وجدنا في دبي اخر مره ديما نشاركوا فيهم هذوما بانتظام ولينا هذا كيف كيف ما تنجمش تشارك انت بمرتو منتوج ما عندكش فيه الثقه باش تمشي العالميه برا باش توري المنتوج نتاعك عن النطاق العالمي ما تنجمش توري منتوج وانت ما عندكش فيه الثقه سي توت افي نورمال انا شفت حكينا على الافريك اما توا انت تحكي على بلدان اخرين توا بدينا نقربوا للدي ريفيرونس اخرين اللي هما تركيا اللي هي بالنسبه لي نحن نعرفوها اكثر تركيا اللي هي معناها كمان راهو الاندستري اوتوموبيل ولا تصنع الكراب اي بيان سور معناها اي صحيت وعندها معناها دي سيت كبار برشا نتاع ماركات كيما غونو وكيما فيات عندها توفاش مع فيات معناها تويوتا وياك في رونو فورد فورد كمين عندها وفورد كراهب عندهم تويوتا زاد كيما قلت انت صبري كيف كيف عندهم كيا en matière de lubrifiant, kif kif, yani بالنسبه لتركيا سي parmi les premiers concurrents directs اللي بالنسبه لنا احنا علاش قلت لك فهمت اي بيان سور احنا كيف نمشيو تحتك معاهم الغاديك وين هما شوف اش غاديين يعملوا شكون يجاهم وتسيتيرا يعني سي بيان دات خلا باج دونك هنا جوست بور راسوري العباد اللي تحكي هاك رانا موجودين بالجوده نتاعنا بكل شيء داير انت ماشي توا لتركيا ان شاء الله ان شاء الله الميكانيكا ماشي شد صغير يعني باش تعملهم كونكيرونس احنا كيما قلت لك احنا ماشيين في الاستراتيجيه هذيك ما تنجمش توخر التالي كيف كيف حابين اكثر نوريو المنتوج نتاعنا على خاطر اوني فيغ راه اوني فيغ اللي عندنا منتوج تونسي هكايا هذا شنو حابين الميساج نوصلوه احنا نوصلوا فيغ عندنا منتوج تونسي يستجيب للمواصفات العالميه واللي مع الشركات المزودين نتاعنا عاطين فينا الثقه راهو سي غراس للجوده تونسي يتصدر مش حتى تونس يعطيك الصحه تونسي يتصدر كيف كيف لهنا فما معادله لقيناها اللي هي الاسعار نتاعنا تفضليه في تونس يعني فما انت عندك سعر باهي مع الجوده هذا هو اللي وجع عليه الحريف في تونس لهنا دونك احنا نقدموا في منتوج راهو يتناسب مع القدره الشرائيه للحريف التونسي بالنسبه معناتها المنافسين نتاعكم كما نقولوا قداش ارخص بقداش
بورسنتاج مش فلوس بورسنتاج بورسنتاج كيف الارخص بقى يعني معناها كي هو رخص ب 100000 ليكيفالون نتاعو مثلا 5 دبليو 30 هما يبيعوا في الريفيرونس هذيك ب 100 دينار انت يا خو بالضبط عندك انت في اوسيانا ارخص منه بقى 20% قال لك موجوده ال 15% موجوده 15-20% التالي موجوده كيف كيف كيما قلت لك خاطر في تونس انت لهنا بيان سور اي بيان سور لي موجودين راه موجودين يعني بالعكس 15-20% بالنسبه لواحد يعمل 4 فيدونج في العام لا احنا حتى اللي يحب يطلب الاسعار ونجم يعني يتصل بالصفحه نتاعنا والا موجودين احنا السيج نتاعنا في بن عروس مرحبا بالناس الكل بالعكس الزيت صحيح نلوجوا على الكاليتي وصحيح نلوجوا معناتها على الغوتور ديكسبيريونس واحد شنو جربت انت زيت وذاك مشي معاه ميم سي راهو برشا ديزافي يقعدوا سوبجيكتيف خاطر الزيت انت ما حليتش موتور ما شفتش مي لو كريتير برمي لو بلوز امبورطون هو السوم زاد خاطر هو اللي يطلع سوم الفيدونج ولا هو يتحكم في سوم الفيدونج الباقي حكايه فارغه فلتر انا باش ناكد لك كلامك لهنا يعني احنا بالنسبه للعام هذايا ولا قبل موجودين برمي يعني الحرفاء نتاعنا هما اللي في القطاع تاع الصناعه يعني الشركات الصناعيه اللي تستهلك الزيت دونك كي نرجع للمعادله اللي حكيت عليها نتاع السعر وجوده لقينا بالحق برشا شركات مشات معانا ميم سي يعني نجحنا باش نكتسحوا برشا شركات اللي كانت قبل ما تعرفش الزيت وريناها وجرب الزيت وجرب الزيت بعد ما استعمله نعملوا التحاليل بعد ما يستعمل ابري اون سيرتين بيريود هو بعد مده هو يزيد يعني يقتنع بعد 20 يوم مثلا مش عاود الزيت نبعثوا كيف كيف نعملوا التحليل نتاعو ويطلع برشا مرات لقينا تجارب ناجحه على الاخر كيف كيف خاطر احنا عندنا اون سور يعني موجود السيرفيس ابري فونت اونتر كيما نقول رانا موجودين نعملوا لاكومبانيمون كيما نقول لك باهي برشا الحكايه نعملوا لاكومبانيمون هذا قلت في نطاق الشركات هي باش تخلط للحريف النهائي في تونس كما تعرف احنا عندنا تبيعيه الماركات الاجنبيه اتسيتيرا نحاولوا اترافير لهنا والا الفيدباك والا شنو نقول العباد والا كيف كيف باش نوصلوا راهو فما منتوج تونسي راهو يضاهي الماركات العالميه الموجود فيها خاطر عندنا مزودين كيفنا كيفهم والجودة مضمونة باهي برافو فوالا باهي تو سينو احنا دونك شجعوا برافو شجعوا والله هو راه التعريف اكثر فرصة من النصة نتاعكم لهنا باش نوريه راه اللي فما في تونس راهو اي ثم عباد قاعدين يخدموا ثم عندنا زاد عباد راهو عباد باهية بالكدا يعني عباد تعرف احنا راهو دي كونيسور عندنا توانسة راهو يخدموا في ماركات العالمية في صحيح. في المانيا وفي امريكا وفي فهمت معناها كيف معناها هما بيدهم اللي راهو قراوا هنا قاعدين يمشيوا يخدموا في الشركات هذوكم فهمت كي توا ثم بوسيبيليتي انه حد الى انفستي في التكنولوجيا وفي الماكينات وفي البراند خاطر مهم انك تعمل براند معناها فهمت فوالا حتى في قول ليكيب نتاعنا يعني ليكيب صغيره ليكيب جون اما ديناميك اما ديناميك يعطيك الصحه هذيك الفورماسيون كونتينيو موجوده كيما قلت لك عباد تحب على باج دونك عباد تحب الديفلوب تحب شركتها وتحب الماركه اللي تخدم فيها خاطر احنا اي اكتيفيتي اي برودوي جديد اي دومين داكتيفيتي نجمو نمشيو له تو احنا تو موجودين راهو اي حاجه اي برودوي جديد اي منتوج معناها باش تمس لي سيكتور الكل يعطيك الصحه من الكراهب الكراهب الكماين الفلاحه الصناعه تراكتورات كيف حاليا قاعدين نقوموا في بشراكات مع حاجات دي بارتنير يعني نقولوا احنا دي بارتنير قاعدين نقوموا باش نسهلوا اكثر باش نروجوا اكثر المنتوج نجم نشوفوا لي تاكسي نجم نشوفوا لي لواج نجم نشوفوا توسكي اللي عندهم بروفيسيون ليبرال يعني هذا اللي يستعمل في كهرباء اي واحد يستعمل في واللي عندهم زاد تبديل تاع زيت بالعشرة مرات 10 مرات في العام معناها فالتاكسي راه ساعات في الشهر يعمل فيدونج راهو معناها كان لا ونشوفوا بارمي يعني لي سيكتور اللي يحب المنتوج التونسي واللي يشجع المنتوج التونسي الحقيقه نتاع عربي اللي يلقى حاجه تناسبه وموجوده وعنده ان فيزافي ديريكت ويعرف مع شكون يتعامل يعرف المصدر نتاعو منين هو انا باش نقول لك حاجه انا متاكد اللي هما اذا كان يحسوا تونسي اذا كان يحس ثم كونتينيتي تواصل علاش تونسي علاش يخاف يقول لك بالك شي نهار اخر مع يختفي صحيح كنا نخافوا منها صحيح. في جميع السيكتور دونك انت كي توصل انك معناها تطمن انه راهو الشركه هذه قائمه الذات وراهي باش تقعد
علاش نمشي احنا الماركات العالميه؟ خاطر يقول لك ابريتو موش في سكر. موجود اي موجوده في العالم. فهمت موش باش يسكر، لا موش باش يسكر. صعيب ياسر باش يسكر فهمت؟ موجود لسه موجود. فهمت؟ دونك هو باش يقول؟ باش يقول معناها انا تو كيف نمشي معاه هو يلزم على القيلة ثم ضمان انه ثم مع شكون نحكي انترلوكيتور معناها فهمت؟ كيف كيف نصيحة لأي واحد يشري بدون راه باش يلقى فيه تاريخ الصنع لهنا الباتش. تلقى في تاريخ الصنع والدات وكل شيء دونك اللي هي فانا بقعه موجود سي تريز امبورطون شقاع دونك لهنا هكا من اللوط لهنا مطبوعه على الـ على الـ على البدون في حد ذاته خاطر في بالي فما حمله قائمه تو اكتوالمون باش يشوفوا لي برودوي اونتر كيمي المضروبين اللي قاعدين يدوروا في السوق ويستعملوا في في اسماء اخرى دونك قاعدين نشوفوا ولات هذه حاجه نيسيسير في تونس اللي فيه تاريخ الصنع ومنين وقتاش وكل شيء باش انت كي ترجع البدون السورس اذا ما عجبكش هو يعرف صحيت كيما الدويات سي لا ريفيرونس اكزاكتومون هذه حاجه باهي قلت انت خاطر فما برشا دوزيام شو الزيت فما برشا مارشي باراليل اللي هو يدور في الدوله فهمت فما شكون ضر كراهب كراهب ماتيريال نتاع عباد على خاطر هو شري اون سيغتان مارك وهذه في وسطه مش حاجه اخرى اي فما برشا دي تيمونياج يعرضوني حتى في الريزو سوسيو كل شيء نتاع عباد سون سيتي دي نو خاطر نجم يكون هو خطي استعمل صحيح اخرى هو بيدو حصل هو خطي هو بيدو حصل يعطيك الصحه دونك هنا هي نصيحه للحريف الكليون فينال نقولوا احنا باش يثبت انتم عندكم الاشين الكل متمكنين من الاشين الكل ملي من الامبورتاسيون حتى كش البرودوي فينال يعطيك الصحه هذاك حاجه نجم مقدمه كضمان لل باش نوفيو احنا توا خاطر كوميم وصلنا ساعه راه هذول هكا ولا باش نقول لهم جوست حاجه لي زيسي يتواصلوا على يوتيوب على يوتيوب تفرجوا الحلقه هذه بيدها باش تلقاوها على يوتيوب الجمعه الجايه الجمعه دي باش تلقاو زاد لي سي نتاع دونك فانك دي فيسكا جلوري 500 للي يحب من الاخوه الجزيريه ولا التوانسه يتعرف على الكربه خاطر موجوده في سوق الجزيريه زاده الجلوري 500 ديتايي الجزيريه يعطيهم الصحه يشجعوا فينا بطريقة كبيرة برشا نشكرهم شكر كبير واحنا نجاوبوا فيهم واحنا نجاوبوا فيهم لا لا بالحق بالحق خاطر حسيت هم مغرومين مغرومين بالحق مغرومين. ويحبوا برشا معلومات كل المعلومات موجودين حكينا لهم على لي ديتاي اللي سالوا عليهم فيو كو تونس عندنا الكراهب سورتو اللي جاهم جيلي سبقناهم شوية تري بيانتو باش نجربوا كاميونا جي اس اي ثم برشا حاجات جدد تابعوا اي حاجه تحبوها اي سؤال مرحبا بكم سواء على فيسبوك على انستغرام على تيك توك بيان سور ولا زاد على يوتيوب على يوتيوب الاجابات راهو حتى كان وخروا شويه فيو العدد الكبير نتاع السؤالات راهو نحاولوا مجهود كبير برشا باش نجاوبوا الناس الكل بالديتاي وشوفوا قداش معناها الفقرات كبار في ما صعبان اي صحيح توسع بالك على كل حال الثقه شكرا جزيلا على الثقه وقولوا لهم احنا بيانتو ان شاء الله في ميرسي لاحمد من جودير ميرسي حبيب من اوسيانا ميرسي صبري من اكتيو تو باش نقول لكم حاجه باش نعملوا ان شاء الله نهار الاثنين كار اوف ذا يير من جنيف دونك باش يكون متابعه ان شاء الله تلقاوها على الناس تبعوا فينا على تيك توك باش تلقاونا في متابعه السالون دو جنيف نهار اثنين ونهار ثلاثة كار اوف ذا وسالون جنيف ان شاء الله نشوفوا جديد سالون جنيف قولوا لهم احنا توا تصبح على خير على خير بيانتو ميرسي الناس الكل متابعين اللي وسعوا بالهم باي باي.